اول حاجه تجذبك في الكهرباء كالكسوا الماخك هي الديزاين نتاعها، والصينيين صراحه برعين برشا في انهم يعملوا لك الكهرباء يكون ديزاين نتاعها جذاب برشا، يحطوا لك برشا ديزوبسيون. لكن صراحه هذه راها من اكثر الكراهب اللي نجحت في انها تجذب انتباه العباد بغض النظر شنو هي الماركه، بغض النظر انها صينيه ولا لا. اليوم معنا لاتوت موبيل دونغفانغ فورثينغ تي 5 ايفو. طب بعد نفسر لكم شنو الفرق بين نقول دونغفانغ ولا فورثينغ والتسميات هذوما، نحكيو عليها من برا ومن داخل طول الديتاي. قبل ما نبداو اشتراك في القناه مهم برشا، يلا بينا. اول حاجه شوفوا معايا اللون تاع الكهرباء بالرسمي، لون مزيان على الاخر، نجم نسميه بلو فير، كي نجم يعطيك اللي هو ازرق كيما نجم يعطيك اللي هو اخضر مع الشمس، وديجا توا ضاربه الشمس مع انها كانت تصب المطر مع الماء بالرسمي هكا قاعده يعطي فيها في كومبينيزون تاع زوز الوان كي تحسها بيتون في لون واحد. باهي الديزاين تاع الكهرباء كيما قاعدين نشوف فيه بالرسمي حتى واحد من نجم يقول اللي هو ماهوش ديزاين جذاب، كيما قلت لك بغض النظر شنو هي الماركه وشنو هو لوريجين. عندي مقدام الليد نتاعها فول الليد، حتى من اللوطة زاد راهو جينا فول الليد. من هنا عندي برشا استعمال تاع ماتريال، عندي البيانو بلاك ولا نوار لاكي، وعندي الالومنيوم ساتيني تحته بالضبط، تحته نقاو الكالندر نتاع الكهرباء اللي جينا بالكبير. من هنا تحته بالكل نقاو عندنا بالبلاستيك، علاش خاطر كوميم هي زاد تسمى ان اس في ما غادي. دونك لي فار نتاعها كيما قلت لكم نتاعها فول ال اي دي، وشوفوا اللوجو لهنا عباره على اسد ولا حاجه ولا نمر هكايا برسمي مزيان على خير، توريك هكايا عرفتك الحس الاغريسيف الحس تاع سبورتيفيتي. لي جونغ نتاعنا يجيونا بار 19 ما غادي بالطبع، فرانديس مقدمه متالي هذه حاجه نورمال على الاخر. لهنا حاجه لاحظتها انا قبل بثلاث ايام اربع ايام كنت نشوف الكهرباء تمشي قدامي، من اكثر الحاجات اللي لاحظتها في الكهرباء هي الريتروفيزور بالرسمي، الريتروفيزور تاعها كبيره بالكدا بالرسمي، راهو مش صغيره كبيره كبيره بالكدا، الاكثر انك لدرجه انك تراها بالكدا بالكدا تقدر الكهرباء تسوق قدامك. دونك الريتروفيزور لهنا كما قاعدين نشوفوا لاصقه في الباب ماهيش لاصقه في التريونجل هذا، هذا باش يحسن في الايرو ديناميزم نتاع الكهرباء. ما غادي عندي دخول ما غير مفتاح بالطبع، هذه حاجه زاد عادية في الكاتيجوري هذيا، طولها 4 متر و 56 هكاك، نجمو نقارنوها بالام جي اتش اس، يونداي تيكسون، كيا سبورتاج، هذوما هما الموديلات اللي تنجم تنافس معاهم. لهنا عندي البلارات جينا بالفيميل من تالي الكل، وداير بها الكروما جول بار دو توا، وبالطبع عندي توا بانوراميك. وكي نجيو لتالي من هنا لهنا باش تشوف، انا بدي راني قلتها من الاول باش تشوف اللي عندك 4 سورتي باش تقول اكيد فيك اكيد فما واحد بركه يخدم، لكن غيالمون لي 4 سورتي سون دي 4 فغي سورتي دي شابون، حاطينهم دي 4 فغي سورتي دي شابون، معناتها ماهمش اكسسوار ولا حاجه. عندي لي بوتون تاع رادار، لا كاميرا دو ريكول نتاعها، وشوفوا معايا اللايت بار اللي عملوها هذه قاعدين يتبعوا في التوندونس تاع كراب توا، وداير بها النواره معناتها فيها لاسبي سبورتيف ما غادي، بخلاف انه عندي السبولي ما غادي. شوفوا معايا تروازيف دو ستوب كيفاه كهرباء تحب تقول لك اللي هي راي سبور بسيف، راه حتى كوتي موتوريزاسيون الارقام مهم شويه بالكل. لهنا عندي كلمه فورثينغ، علاش؟ على خاطر فورثينغ هي ماركة سو ماركة نتاع دونغفانغ، معناتها هي ماركه تحت ماركه دونغفانغ. دونك نجم نقول بالاحرى هي عباره على فورثينغ تي 5 ايفو، لكن اذا نحبوا نحكيو بالاصل نحكيو دونغفانغ فورثينغ تي 5 ايفو، اسم طويل ما شاء الله. دونك جلوبالمون هذا هو بالنسبه للتلاني نتاعها الكهرباء من تالي كي تجينا هابطه. شوفوا كيفاش الخدمه نتاع الايروديناميزم اللي عملوها من هنا بالرسمي، عرفت يحبوا يخدموا على سي سبورتيف بالكدا بالكدا، رغم انه الاستعمال تاعها يجي عائلي ويجي زادا سبورتيف. شفنا من برا خلينا نشوفها من داخل. شوفوا معايا اللايت بار كيفاش تشعل بالرسمي مزيانه على عرض الكهرباء كامله، وفي الليل نصورها باش تكون اتيرونت اكثر. من هنا نوريكم المفتاح نتاعها، عندي داير بيه الالومنيوم مكتوب عليه فورثينغ مش شرتين، من هنا عندي المفتاح اللي تخرج هذاك او كاو صار كوست باتري ولا حاجه دور بيه في عوض لا ديستونس، وعندي ترو بوتون تسكير حلان وحلان الكفر نتاعها. جوست نحبكم تشوفوا كل نيتون نتاعها كيفاش يشعل ما غادي، شفتوا ما غادي. وتو باش نحلوا الكفر تنزل على بوتون الكتريك من هنا يطلع الكفر وحده. دونك بالنسبه للكفر نتاعنا كل شيء مغلف من داخل، ما خليو حتى شيء، ما قصروا في حتى شيء برسمي، كل شيء مغلف فيها من هنا زاد كله مغلف. بالطبع اذا يطلع الكتريك مو يهبط من هنا الكتريك مو، وفي زاد الفازة تاع انك تحدد النيفو تاع الطلوع نتاعو، وزاد تنجم تهبطو بيديك، شفت يخلي لك الشواب من هنا. باهي ليش عندي؟ عندي هذيا تنجم تجبدها وتنجم كما قاعدين نشوفوا تحطها من هنا، ولا تنجم ترجعها
اذا انت مش تحط فليجة بالطول ولا حاجة، المال تاعها بالرسمي كبير، الفوليوم تاعه بالضبط ما لقيتوش بالضبط النمر وقداش، لكن المال بالرسمي يتسمى كبير ما هو صغير في الكاتيجوري. هنا عندي لوتياج نتاعها كله منظم، كل شيء مغلف من هنا. تحت عندي روت سجور جاليت، على اليمين عندي وين تحط رونجمون بدون، على اليسار نفس الشيء، وعندي ضوء مغادي، وبالتبع البوكيت نتاعها رابتابل انتير دوتير. لهنا بما انهم يخدموا على سبي سبورتيف وحتى زاد الاسبي فاميليال، اول حاجه لاحظتها الباب يتحل بالكدا، معناتها يعمل تقريبا 90 درجه، ما عملهاش كامله لكن يتحل بالكدا، مما يخلي انه الدخول الكهرباء من داخل حتى الانسان بصحته يكون معناتها سهل، ما يحسكش اللي هي كهرباء صغرونه، بالرسمي يحسك اللي صالون كبيره من هنا. نبداو اول حاجه الكونتر بورت، كونتر بورت الكل مغلف تقريبا كل شيء مغلفه، عندك من فوق لهنا معمول بالسيميلي كوير السيربيكول كربون فايبر فيك، السيميلي كوير مره اخرى السيربيكول بالاحمر والبيانو بلاك من هنا، الرانجمون بالرسمي كبير لهنا طول هنا قاعدين ننظروا للكوتي براتيك اكثر، رانجمون كبير تحط فيه دبوزه تحط فيه رانجمون اخر دبوزه كبيره يحمل نتصور، لو بارلو داير بيه الالومنيوم ساتيني، وكي نجي نطلع في الكهرباء من هنا بالرسمي الكهرباء عائليه بامتياز من هنا، رغم انه ديزاين سبورتيف واجريسيفيتي وكل، لكن من داخل باش تحسك باش تقول لك اللي هي كهرباء نتاع عائله. شوفوا حتى التونيل ما عنديش تقريبا، رغم انه راه مش الكتريك ولا حاجه، ما عنديش تونيل، دونك تحسهم يقعد ثلاثه مرتاحين بالكدا. شوفوا معايا من هنا كيفاش هذه، لان برسمي يحسوا فما مونتي اون جام من هنا، هذه تلقاهاش صراحه في الكهرباء كل، حتى في المنافسين ما نلقاهاش برشا صراحه هذه. شفتوا كيفاش اللومونياك تلاني كيفاش هكا، هنا ها هنا كروشي قال لك ماكسيموم 3 كيلو على الكرسي تاع الكوندكتور والباساجي تعلق حاجه، ورا الكودوار الايراتور بالالومنيوم ساتيني ودير بهم البيانو بلاك، تحتها عندي 2.3 امبير ماكس واحد يو اس بي، كل واحد فيكم يختار يشارجي يشغل التلي، ومن تحت يحط تليفونه مع بعد ما وصل الكابل نتاعو. هنا عندي اكودوار سنترال، يعني حاجه عجبتني الاكودوار كبير يخليك تحط ايديك وتحط الكيس مع بعضهم، مش تختار واحد فاهم وتحطه. وكي نهزوا من هنا بالطبع هي عائليه فيها ليزوفيكس مغادي في الكراسي. بالنسبه للسباس من هنا حدث ولا حرج، هذه حاجه ما نحكيوش فيها. شوفوا من هنا هذا راه كرسي تسمى مش مقدم برشا برشا من قدامه، معناتها شوفوا كيفاش البوزيسيون، معناتها لهنا حدث واحد لهنا معناتها ما فيهاش احديث. حتى في الوسطاني بالرسمي يحسك يقعد لهنا بلايص تاع اليمين واليسار كاملين، انا ما خديت منهم شيء تقريبا، معناتها يقعد حتى هما يقعدوا عادي ما عندهم حتى مشكل. عندي طوا بانوراميك كما قاعدين تشوفوا، وعندي من هنا البلافونية نتاعها بالال اي دي، وتنجم تاكتيفيه وديزاكتيفيه مانيوالمون. تو علاش قاعد محلول خاطر الباب ديجا محلول، دونك هذا جلوبال مو بالنسبه للانتيريور من تالي. هنشوفوا تو القدامي الديزاين ابدع فيه من برا، وصراحه زاد ابدع فيه من داخل. بالرسمي هنا تحس اللي فما تناسق في كل ديتاي في الكهرباء. شوفوا معايا من هنا نبدا من الكونتر بورت من هنا مغلفه كلها، تجي تكمل من غادي الكل هليني وحده على البيبان، وتكمل حتى التيلاني راه هي، اما انا صراحه لاحظتها مقدمه كهاو، لكن شوفوا كلها تكمل ليني وحده نتاع ديزاين. تحتها عندي كربون فايبر فيك، تحتها الالومنيوم، تحتها الكوير، تحت السيربيكور باللحمه، تحت البيانو بلاك. شوفوا قداش من حاجه استعملوها في جوست البارتي هذه، احنا مازلنا ما دخلناش لهوني. ما هنا عندي ارانجمون كبير بالرسمي ميم اكبر حتى بالبيبان التالي، لو بارلور ديربي زاد الالومنيوم، عندي ريجلاج تاع التلفزيون الالكتريك تراكشن كنترول وتحل الكوفر من هنا، وعندي زاد ارانجمون كي تحط حاجه مغادي. الفولون تاعنا سبور فيه ميبلا الومنيوم كبير، الفولون ترى مش صغير، داير بيه بيانو بلاك زاد وبالالومنيوم، عندي ريجلاتور ليميتر دو فيتيس، وعندي نتاع الفوليوم واللي مود والليمينوزيتي نتاع ليكخون هذايا من هنا. بالنسبة للكهرباء من هنا الكسوة نتاعها مقدمة كيما من تالي، والكراسي بالرسمي كراسي كونفور، عندي السياج نتاعها الكتريك، الكوندكتور الكتريك، والباساجي زاد الكتريك من هنا، يقدم يوخر فيه ريجلاج لومبير زاد فيه 8 ديريكسيون باهي. لاكودوار جوست تنزل على البوطون يتحل من هنا غارق، وفيه زاد اوبسيون ريفريجيري، دو بورت غوبلي، درايف مود مساعد على النزول، تراندو باركينغ الكترونيك، اوتو هولد، لوفيام تاع الفيتيس نتاعنا طبعا نحكي كل شيء لبوات فيتيس تاعها. تنزل هكا عندك ارانجمون تحط فيه تليفونك ممكن ولا حاجه، وفي بورت يو اس بي مغادي تيب ا. لهنا الكليماتيزاسيون نتاعها داير بها الالومنيوم ولا بالبيانو بلاك. شوفوا البارتي هذه صحيح مزيانه ما يرد بالك على التراش تاع السويبا، سينو خلي معاك منديله صغيره ديما تمسح، خاطر هذه تخلي التراس كيما توا انا مثلا قاعد نمس فيها هي قاعده تخلي في التراس، وهذا في الكهرباء كل كان بلاك ديما هذه هي مشكلته. شوفوا معايا هذوما صغار محلاهم، شوفوا كيفاش يدوروا من هنا بالرسمي مزيانه من هنا،
بيانو بلاك الومنيوم كربون فايبر فيك. شوفوا زينه اللي عملوه، لان عملوا زينه كي قاعدين عرفتك اللي قلت لكم راهم يخدموا برشا على الامبرسيون. من هنا شوف كيفاش، شوفوا الاكران تحسوا كي محمي في وسط هذية، من هنا وداير بيه الالومنيوم. دونك الاكران هذا الكبير مقسوم هو غيرمون من هنا على اثنين، عندي بارتي نتاع الكوندكتور والبارتي نتاع الكونفور. من هنا الكوندكتور هذه راهي ما تتبدلش، هي بيزا مثلا حتى كان حد درايف موس يبان لي انا باش تبدل الافيشاج وكل، هي تقعد ديك، هي عندك افيشاج واحد فيها هنا مادام نزلنا نقولوا فيها مود ايكو مود سبور ومود نورمال. على اليمين وعلى اليسار عندي كونتور، والكونتور الكترونيكمون مش ديزيكوي ولا حاجه، وباش تحكم فيها جوست تنزل على البوطون هذا يعطيك مثلا ليتونومي كونسوماسيون موين كونسوماسيون انستانتاني تريب ا تريب بي حاجات نورمال على الاخر. الاكران هذايا اول حاجه رياكتيفيتي نتاع لي زيكرون بالرسمي باهيه برشا. دونك عندك تليفون ملتي ميديا راديو فون لينك، تعمل انت تليفونك يولي مع الاكران. حتى كي ننزل من هنا قال لي ايزي كونكشن، قال لك هكا عامل داونلود الابليكاسيون، فما ابليكاسيون حاصل تعملها تيليشارجمون وتعمل لافيشاج. سيتينجز من هنا ايش عندي؟ عندي جنرال ديسبلاي ساوند لهنا، كونكت تاع البلوتوث تحب البلوتوث ولا هوت سبوت مو واي فاي، فيكل من هنا اوكي صور لي الكهرباء ما غادي. تحكم انت في حاجات مثلا البيبان تحبهم انت اللي يتحلوا على ماكسيموم لونجول، ولا مثلا هيد لامب هيت ادجستمنت الضوء نتاعها يمشي على حسب مثلا النيفو نتاع الضوء نتاعها مستوى الاضاءه نتاعها 1 2 3 زيرو ما غادي. ستيرينغ مود الديريكسيون اسيستيم تاعها تحب تكون كونفور ولا سبور ولا عاديه، شفت تعمل دي بيرسوناليزاسيون ما غادي حاجه تذكم. عندك سيتينغز من هنا اب داونلود سكان كيو ار كود هذيا باش تعمل حاجه هكاك سي بون. هذا هو معناتها جنرال، حتى الساوند ريجوليشن من هنا تحكم انت في حاجات دوما ديسبلاي فهمت. حتى باللغات عندك اللغه الانجليزيه، والناس ما تعرفش اللغه الانجليزيه اللغه العربيه باش تكون افضل بالطبع، ما غادي هكا تبدل لك اللغه العربيه. وبالنسبه لافيشاج تاع كليماتيزاسيون نتاعها نجينا مثلا لهنا اي فلس اي تحريك نعملها لافيشاج يولي فل من هنا كله هكا لايغاسيون وين تحبها بالضبط على وجهك ساقيك لهنا. بتبيع كليماتيزاسيون نتاعنا اوتوماتيك على حسب التمبيراتور البرانيه، ونحط اسي ماكس من هنا نسكر من هنا، الديجيفراج تاع لونيت افون لونيت اريير تمبيراتور معناتها هنا، وعندك بيزون من هنا معناتها هنا عندك كل شيء يصير في الاكران هذايا ما غادي. نكملوا حاجه اخرى من هنا، هي راهي مقسومه على اثنين من هنا. من هنا عندي ان رونجمون واحد اخر هكا زاد، هو رونجمون كبير من هنا فيه واحده يو اس بي 2.3 امبير ما غادي، واحده اخرى 12 فولت ولا 120 واط ما غادي. هذه هي برسمي مزده من هنا كوتي براتيك باهيه برشا. ايش عندي اخر؟ عندي من هنا البوطه كوم تاعها تهبط اسيستي رونجمون بالرسمي كبير ما غادي، وبعدها انكرو شيء واحد اخر تعلق حاجه زاد ماكسيموم 3 كيلو ما غادي. عندي هذه برسمي تحس لي فما كاليتي هنا ميروار دو كورتوازي، ومن هنا عندي ميروار دو كورتوازي واحدة أخرى. بورتونيت بالطبع موجود من هنا، البلافوني نتاعها يجينا بالال اي دي، والتوا بانوراميك كما قاعدين نشوفوا يتحل حتى شي الغادي، دونك هذيك الماكسيموم نتاعو هو. والستارة، الستارة تسكر امبولسيون بوتون، وحتى زاد التوا يتسكر امبولسيون بوتون. هذا كله بالنسبة للانتيريور تاع كهربتنا اليوم. باهي نجيو توا للبارتي تيست درايف نتاع الكهرباء، أول حاجة خدمهم هنا. حتى من هنا عندي ميكس حلو التوا بانوراميك نتاعها خاطر برسمي اليوم الطقس سخون، دونك هو امبولسيون بطبيعته نزلة واحدة هذا نزلة واحدة زادا امبولسيون يتحل وحده. لهنا قبيلة كي حكيت لكم على الانتيريور تاعها هذيا نسيت ما حكيت لكمش عليها، دونك هذيا تنزل عليها هكا تخرج لك البصة فيها كسكير هكا، تنجم انت تحط تليفونك هكا فيرتيكالمون هكا وجوست دوك ما تحط كي تشريك السيبور يتحط تليفونك ما غادي سي بون يولي تليفونك من هنا ما بين لي دو زيغاتور. هذه بالرسمي فازه مزينه برشا كوتي حتى زاد نظره على لي ديتاي. دونك من هنا عندنا بتبيع عندنا بوت اوتوماتيك بتبيع في الكاتيجوري هذه، دونك من هنا بالرسمي كاربع زوز خطوط اللي عملوهم على كبوت على اليمين ويساري حسوك الكهرباء كبيرة برسمي، حسوك الكهرباء كبيرة بالقديم بالقديم. شفتوا برسمي أول ما نزلنا الكهرباء خرجت، دونك لهنا عندي
حكيت لكم قبيله في الاكستيريور تاعها كيفاش اسمها عندك عن دونك فانغ فور ثينك تي 5 ايفو. لهنا الاسم صحيح طويل لكن لهنا اسمه عنده معنى. دونك كي نحكيو تي 5 ايفو خاصه كي نحكيو ايفو نتفكروا اللي عندنا الميتسوبيشي ايفو لانسر. علاش شنو علاقه هذا بهذا؟ على خاطر الموتوريزاسيون اللي معنا اليوم هي نفس البلوك نتاع الموتوريزاسيون نتاع الميتسوبيشي لانسر ايفو. دونك نفس البلوك هذاك الحديد. دونك لهنا كي نحكيو ميتسوبيشي كوتي فيابيليتي موتوريزاسيون هذه حاجه فيهاش نقاش، عباره حكينا تويوتا عباره حكينا فولفو، معناتها حاجه اسوري على مدار السنين. دونك لهنا اول حاجه اللي حستها انا ديجا اول مره نسوقها اللي الكربه نيرفوز برشا برسمي نيرفوز بالكدا بالكدا الكربه. دونك اش عندنا؟ عندنا الموتوريزاسيون نتاعها ظهر لي من اقوى ما تلقى في الكاتيجوري نتاعها او حتى في السوم نتاعها في الـ في الـ في الانترفال تاع السوم نتاعها. دونك عندنا 1.5 كيطلع 194 شوفوا دينا وركزوا معايا لهنا 285 نيوتن متر. او علاش اول ما تنزل عليه يجاوبك؟ علاش؟ على خاطر الموتوريزاسيون نتاعنا توربو والتوربو نتاعها جيومتري، معناتها التوربو نتاعها معمول بطريقه انه ما يخليكش تحس لي فما توربو لاغ. دونك علاش اول ما تنزل اباريجي الكهرباء باش تجاوبك. دونك هذه حاجه مهمه برشا برسمي، هذه حاجه مهمه برشا انه التوربو ما يعملكش توربو لاك خاصه في 194. شوفوا دي. دونك عندنا لي ديسك نتاعها من برا الديسك نتاعها فونتيلي مما يساعد على الغوفرواديسمون نتاع لي ديسك نتاعها، بخلاف من كوتي كونفورش عندي السياج نتاعها فونتيلي وشوفون، معناتها كان في الشتاء تسخن وكان في الصيف تسخن. دونك هنا حتى كان نزل احنا طوف المود نورمال برسمي الكهرباء راكحه بالدبل كده. هنا الصوت اللي هو نسمع فيه ده عادي خاطرني حالة توا بانوراميك نتاعها. دونك لهنا عندنا اون بواط فيتيس دبل كلاتش سيت رابور. دونك دبل كلاتش تخلي لي رابور تاعها يتعداو فيسع فيسع، هذي حاجة ما نحسوهاش حتى برسمي مانيش قاعد نحس بالكل في تغيير تاع لي رابور، نحس عبارة عندي اون بواط سي في تي من غير حس برسمي، والتغيير تاع لي رابور ما تحسوش بالكل. بوزيسيون تاع الكرسي نتاعها عالية، عندي سيج إلكتريك منه من غادي، عندي مثلا هنا الدرايف مود نتاعها، عندي مثلا هنا المود سبور، الصوت تاع الموتور يتبدل، والكربة تولي تعطيك لوبيسونس كاملة نتاعها، لكن مثال تونا قاعد ندور في وسط البلاد نحب نحط الموديكو، علاش؟ خاطر نحب كونسوماسيون أقل، كوميم 194 شوفو دين، إذا ما نحطش الموديكو راه الكونسوماسيون باش تكون عالية، وهذا أمر عادي على الآخر، دونك نحط الموديكو شو تعمل؟ الكربة ما عادش تعطيني 194، شو تولي تعطي؟ تولي تعطي 1500 كهو. علاش تعطي 100 كاو؟ خاطرني انا نحب على كونسوماسيون اقل، دونك باش تعطي كونسوماسيون اقل لازم البيسونس تكون اقل. دونك علاش؟ صحيح تو انا حاط الموديكو كهرباء صحيح قاعد تنزل معايا لكن مش كيف المود سبور والمود نورمال. لافيشاج هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه كله ايكرون كامل برسمي يذكرنا بكره مرسيدس، حتى من ناحيه ليزايغاتور من هنا تحسها برسمي مرسيدس، من هنا عرفتك من برا بورش ومن داخل مرسيدس، والقلب ياباني ميتسوبيشي. ديجا هذه حاجة أصلا منهجية قاعدة تبعوا فيها لي شينوا باش يدخلوا أكثر للأسواق وباش الناس تقبلهم، خاطر احنا مثلا 10 سنين تالي كي تقول واحد كهرباء صينية يقول لك كهرباء جاية من الصين، معناتها يقول لك حكاية فارغة لعبة هذه، أما تو برسمي قاعدين يثبتوا في رواحهم بشوية بشوية. خلينا نقولوا أثبتوا رواحهم خاصة في الأوروب، بداوا يدخلوا بالكدا بالكدا، حتى دونك فانغ في الأوروب زادا قاعد تعمل في مجهود بالكدا باش تدخل. معناتها باش نقصد هي دخلت لكن باش تنجح بالكدا وتولي تتصدر حتى المبيعات، عندك هي وإم جي وشيري بدات بشوية بشوية. لهنا قلت لكم غير في الاكستيريور قلت لكم اللي فيها كاس سورتي ريال، قلت لكم اي نعم اللي كاس سورتي نتاعها ريال برسمي، معناتها الكهرباء عرفتك تخليك تقول لا اوز كيفاش عاملين زينه هكا ما فيها حتى شيء، اما في الاخر بعد تقام هي كاس سورتي نتاعها ريال، معناتها هذه حاجه برسمي باهي برشا. دونك لهنا انا في الافيشاج قاعد تعطي فيا في الكونترول بريسيون دو بنو نتاعها في الحكايه هذيك. عندي بالطبع الهيل ديسانت كونترول، عندي ويتر باج هذه عجبتني فرجة كيفاش كوتي سيكوريتي ويتر باك، صراحة مانيش مستانسين راهو كهرباء صينية فيها ويتر باك، كي ترى كهرباء صينية فيها اس يو في فيها أكثر من 6 ايرباكات برسمي هذه حاجة كارت رافعة خلينا نقول في السيكوريتي. دونك نرجعوا احنا للمود نورمال، الكهرباء كيما قلت لكم التوربو نتاعها معمول بطريقة أنه ما يعملش توربو لاك، دونك أول ما تنزل برسمي الكهرباء تنطر، عاوك علاش لازمك تسايس عليها بشوي بشوي، والكهرباء تخليه تحسك زادة أنه نجم تسوقها في مود مانيويل، معناتها تنجم تسوقك في وسط البلاد. تعطيك من كونسوماسيون توصل حتى 6 لتر 5 وتنجم تسوقها حتى في مود عادي في المود سامحوني في المود الرياضي ما تنجم حتى تعمل بها جو في المود سبور وعندك 194. شوفوا دي هاكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم، ان شاء الله تكون استفدت، اذا عندك اي سؤال مرحبا بك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.